السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، صباح عليكم، كلشي بخير. هاني عمر كما كتشوفوا معنا اختي مليكه الوردي وخويا حكيم قيصر. كما حنايا ديجا كنا في جمعيه ولاد جيجل الى خير، اللي ما صعبش الظروف، ولهذا ليا نهار زوين هذا بمناسبه عيد الاستقلال معنا الفنانه اختي مليكه الورد واخويا حكيم قيصر. خويا حكيم كنتمنى لكم النجاح وديما تكون جديد ان شاء الله، والله يجيبكم السهل واللي فيها الخير. تراك من الناس اللي عزاز علينا وتبعنا الحمد لله، وكنصحكم ديما في لقاءات فنيه، وكنشكرك بزاف، كنشكرك باسكو كتعطي فرصه للفنان من هذه العدسه. الله يحفظك، شكرا لكم، اللهم يعين، وديما كونوا التضامن ان شاء الله. ان شاء الله تهلاو في راسكم. شكرا.